السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده لقمه القاضي او الزلابيا، وعلى بركه الله هنبتدي هنعملها بشكل جديد وطريقه جديده ان شاء الله. عندي ربع كيلو دقيق، وعندي 250 جرام ميه، وعندي 5 جرام خميره، وعندي معلقه نشا، وعندي 25 جرام سكر، وعندي فنجان زيت 25 جرام. يعني هاخد معلقه النشا الاول في الحله كده مع 50 جرام من المية، مش يعني مقدار من المية اللي هو اللي عندنا، أخش بيها على النار أعملها زي المهلبية لحد ما تغلي وتربط تبقى بالشكل ده. أحطها على النار هتغلي وأقلب فيها هتربط تبقى بالشكل ده، مهلبية سايلة كده زي المهلبية السايلة. هحطها على العجينة، ودي بتعمل مفعول السحر في العجينة على فكرة. حطينا على العجينة، وأحط الخميرة والسكر والزيت والمية بتاعتي، وأقلب الخليط ده كويس جدا. وأهم حاجة في الموضوع ده بقى تقليب الخليط في الوقت ده، التقليب أنا عايزك تقلبي فيه لحد ما يبيض والعجينة تعمل عرق، يبيض والعجينة تعمل عرق، تبقى العجينة ناعمة خالص. احنا شايفين العجينة اهيت، اقلب فيها لحد ما تنعم خالص اهوت، اقلب جامد اهو، اقلب جامد، عايزها تنعم وتبيض وتعمل عرق. دي الجودة بتاعت العجينة بتاعت الزلابي. احنا عملناها قبل كده بطريقة تانية، عملناها بالسكر البودرة والشوكولاتة، المرة دي هنعملها بالشربات إن شاء الله، بس بطعم تاني خالص غير الطعم الأولاني أهوت. قلب جامد أهي، بدأت تعمل رقايات، بدأت تشد في البولة أهو، قلبناها كويس، قلبناها أهوت ونسيبها تخمر. خمرت أهي، خمرت كويس، اقلب العجينة بتاعتي بالراحة كده من الجنب، بفضي الهواء اللي فيها، لازم افضي الهواء اللي فيها، ان كل ده هواء، كل ده اللي موجود فيها دلوقتي ده هواء. من تحت لفوق وبالراحة كده بفضي الهواء. عارفة لو انت خدتها دلوقتي حمرتيها، اول ما تنزل في الزيت في ثواني هتبقى حمرة على طول لان مليانة هواء. اقلبها كويس بالراحة كده، الموضوع بسيط وسهل، مفيش اي مشكلة غير ان احنا بس نعمل الخطوات مظبوط، وهنسيبها تخمر مرة كمان. خمرت مرة كمان اهيت اهيت، اكشف العجينة بتاعتي وهلمها برضو، افرغ الهواء اللي فيها برضو اهو، وافضي الهواء عشان لما اجي احمر ما تلونش بسرعه، هتلون بسرعه ولسه نيه من جوه، بس خلاص احمرت لازم تطلعيها بره النار اهو. مقلب شمال ويمين وفوق وتحت، بفرغ الهواء من العجينه زمان الناس الكبار كانوا بيحطوا على الزلابية دي بطاطس مسلوقة. عندي حلة زيت على النار سخن، هبدأ أقطع زي ما انتوا شايفين كده طريقة التقطيع، بتك العجينة في ايدي، بتطلع كورة، قبل ما الكورة دي تنام على ايدي بكون واخدها بالمعلقة من على وش ايدي كده على طول مسح، وعلى الزيت على طول، وببل المعلقة بالزيت اهو مسح من على وش ايدي اهي، الكورة بتطلع قبل ما تريح على ايدي بكون واخدها حاططها في الزيت وبقلب على طول. ده عايز تقلب على طول عشان بيلون، التقليب فيه هو اللي بيخليه لون واحد كله. نقلب فيها على طول زي ما انتوا شايفين واكمل تقطيع. الزيت سخن والعجينة في ايدي، وبابل المعلقة على طول زيت، واخد من على وش ايدي
وانا بقطع. وهقلب الزلابية بتاعتي اللي موجودة في الزيت اهي، تقليب على طول علشان تفضل كلها لون واحد. عايز اقطع تاني هقطع تاني، كده خلاص اكتفي بده. وهقلب بقى ايه الطاسة اللي في الطاسة، تقليب على طول، التقليب اللي على طول ده كلها يبقى لون واحد وتطلع مقرمشة وطرية من جوه. دي بالظبط هتطلع كده، من بره ناشفة من جوه طرية مليانة شربات. طبعا الشربات بتاعها تقيل، اللي هو كوبايتين سكر وكوباية مية اهي، بدأت تلون اهي اللون الحلو اللي انا عايزه، وتطلع من الزيت على الشربات على طول. انت بتحس وانت بتقلبي انك بتقلبي في كور سفنج كده، كور اسفنج كده، مش حاجه تقيله، حاجه هشه جدا وانت بتقلبي. بقلب كويس العجينه بتاعتي، شايفين اللون شكلها، وهطلع على طول من الزيت على الشربات. الشربات التقيل هسيبها تشرب، حطيناها في الشربات وهنقلب اهوت. ده قلنا ربع كيلو دقيق ما شاء الله، شوفي قد ايه اهوت، وهنسيبها تشرب خالص. وبعدين بعد كده نصفيها من الشربات بتاعها. صفيناها من الشربات بتاعها اهوت، شايفين شكلها، هتكسريها من جوه بتنزل شربات وطرية خالص وهشة خالص وناشفة من بره. الشكل مش محتاج كلام ومش محتاج وصف، اللي ناقص انك تجربي وتلتزمي بالخطوات العمل، كل حاجة هتطلع مظبوطة معاكي، وتحاسبي على ايدك وانت بتحمري في الزيت. كده خلص الموضوع. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.